ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما قالش حرام. وبعدين شوف حضرتك اجتنبوه ده اشد انواع. ليه؟ هو ربنا لا تقترب منه. حرم عليكم دم والميتة ولحم الخنزير. ما كان يقول حرم عليكم الخمر. بس طيب اديله فرصه. اديله فرصة. القران الكريم اما ورد في ايه ثانيه اذا كان الشيخ برضه يعلم لان هو بالطريقه دي بيكترئ على الاسلام والقران والحديث. القران الكريم ورد في سوره الحج. اتق الله لا تتكلم على الله بشيء لم يقل. القران الكريم ورد في سوره الحج فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. هل يستطيع احد ان يقول عباده هل يجوز للمسلم ان يعبد الاوثان؟ لو كان محرما فاجتنبوا. لكان له حد وعقوبه. لا يوجد حد وعقوبه لشارب الخمر. ده دخل في موضوع ثاني. لا يوجد جلد. هذا كذبه وفريه لانهم قالوا 40 وقالوا 80. لا لا انا عارف دي. انا كمسلم عارف ان في جلد. انا برضو مره ثانيه وانا بقولها على الهلا. هو يسلم. هو يسلم. ولا تعرف حاجه. قالوا 40 وقالوا 80. مفيش في الاسلام رجل دين. لعبه كل واحد يكرره. شوف شوف يعني أنا عايز أعرف لبس عشان مشاهدين. لا يوجد حد للخمر. لا يوجد حد للخمر عن طريق الإجماع. أليس الإجماع مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية؟ ما تقوليش إجماع لأنه لم تجتمع الأمة في يوم ما عشان تجمع على هذا الكلام. هذا كلام أنتم بتقولوه. لا تجتمع أمة عشان تسوقوا البضاعة بتاعتكم. هو أنت من أي دين وأي من أي دين؟ انت اللي من اي عشان تقول لي اتق الله فيما تقول. لا تقول على الله شيئا. لا تقول انا بس بحتك من المشاهد الكريم وبيقول انتوا بتقولوا الكلام ده ما تعرفوش يعني احنا انت لا تكذب على الله. كفرنا هتكفرنا يعني ما بكفركش. بقول لك لا تكذب على الله. احنا عايزين نقترب يعني الهدف من الحلقه ان انا اوصل. هو عايز ايه؟ هو عايز ايه؟ الشيخ مصطفى امام وخطيب اكبر مسجد في استراليا. ما يكن ما يكون. هو حجه على الاسلام. وعنده مشروع فكري. هو حجه على الاسلام. وانتوا عاملين مؤتمر. ده مشروع. هذا خزعبلات. هذا كلام لا يستقيم امام التأمل الصحيح.